ان شاء الله باذن الله هذا احسن افضل تراكم لما قاموا بها الاجداد بصفه عامه والقبائل المتجاوره للزمنيه والمناطق الجباليه بصفه عامه والشماليه بصفه عامه كانت موجوده في عدد المناطق الجباليه في شمال المملكه. اذا انا كنظن هو اهم شيء هو بانه مطار ديما احتفظت وتقوم على ثوابت الروحية والرياضية والثقافية والوطنية، احتفظت كذلك على التواصل بين الجنوب والقبائل يعني القبائل الصحراوية والقبائل الجنوبية والشمالية، هما دائما قرون ما كيجيو عندنا قرون ما حنا نستقبلوهم قرون ما حنا كيجيو توفير مواسم جميلة على السلام. فهذا المكونات الحفاظ على التراث ديالنا وعلى التواصل والتواصل ديالنا، التواصل هي رحمة. فالجديد هو بأنه أصبح مطر، يعني مطر جاء فضاء للحوار الثقافات، مطار هذا التراث المادي غادي يلعب دور في المستقبل. كما سمعتم انه هذه الحضور للشخصيات المهمه من امريكا اللاتينه من اوروبا من ازيا، فكل هاد الناس هادو جاو اعترفوا على ثوابت على التراث ديالنا، فعاشوا معنا الاجواء ديال الاحتفاء، كلهم كيشهدوا بانه المغرب بلاد ديال التربيه، بلاد ديال الخير، تراث جميله جدا، و هادشي كلشي الشرف ديالنا هو غندخلوا في يونسكو. بغداد ديال السيدنا علي رضا السيدنا هو ديالي هو وشكرا. سي جبيل بالنسبه للجانب الرياضي يعني الاشتراك ديال الدولي مثلا كنلاحظوا يعني في المستقبل واش يمكن تكون شي مشاركه يعني وخا رمزيه من اجل ادفاء الطلع الدولي على المشاركه في المهرجان؟ بالنسبه للسؤال نكمل السؤال ديالك، هل كورات اخرى نشوفوا فرصه جميع احنا المغرب يعني ان شاء الله باذن الله حقنا في دار مطار، دار مطار ان شاء الله باذن الله غتلاقي واحد الدور تربوي في روسيا في مطار، وطبعا غنفتحوا على 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 المناطق المغربيه بصفه عامه اللي كيعجبهم يمارسوا، وانا متاكد بانه غادي يكون ان شاء الله باذن الله على فتره غادي يكونوا مسابقه جهويه وفي المناطق، ولكن دائما غتكون فينال غتكون دائما في زيد دائما غتكون ان شاء الله لان كاين البركه ديال العسل اللي مشيت البركه ديال الاقتصاد. وكذلك ان شاء الله باذن الله كنفكروا بان كنتواصلوا ان شاء الله باذن الله مع البلدان اللي كيمارسوا هذه اللعبه هذه، فكره متميزه العمل والسكن. شكرا. شكرا.